أنهت بعثة حج القرى بوزارة الداخلية تجهيزاتها بعرفة تمهيدا لاستقبال الحجاج للوقوف على صعيد عرفات. عبد الله بركات، مفاد التلفزيون المصري هناك، يطلعنا على المزيد. نحن الآن على صعيد عرفات الله، حيث أنهت بعثة حج القرى بوزارة الداخلية كافة التجهيزات لإقامة الحجاج خلال يوم عرفة والتيسير عليهم خلال هذا اليوم، حيث تم اختيار المخيمات بمواقع متميزة بعرفات بالقرب من مسجد نمرة يتوسطها موقف للحافلات لسهولة عملية النفرة بالنسبة للحجاج. خلال هذا اليوم ستقدم بعثة حج القرى بوزارة الداخلية العديد من وسائل الراحة للحجاج، ونظرا لارتفاع درجات الحرارة سيكون هناك تكييفات إضافية ومراوح إضافية موجودة بالمخيمات لتوفير الجو الملائم للحجاج، إضافة إلى ثلاجات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقدم كافة العصائر للحجاج والمياه الباردة وغيرها خلال هذا اليوم، إضافة إلى الوجبات التي سيتم الساخنة التي سيتم توزيعها على الحجاج خلال هذا اليوم إن شاء الله. كذلك هناك تيسيرات أخرى خاصة بالحجاج تتعلق بوسائل الإعاشة والراحة، من حيث دورات المياه سيكون هناك دورات مياه إضافية للرجال والسيدات، ومنها ما هو مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان سهولة أداء المناسك. سيكون هناك ضباط بعثة حج القرعة موجودين بهذه المخيمات لزيادة عملية الضبط، وسيتم التسكين إلكترونيا من خلال أدبار كود والذي الموجود في المعصم الخاص بالحجاج، ليضمن كل حاج أن يكون له مكان في هذا المخيم. كل هذه التجهيزات انتهت بالفعل هنا بعرفات الله في انتظار استقبال الحجاج خلال ساعات قليلة.